أهلا وسهلا بكم أحبتي طلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي، معكم المعلمة آلاء عصام عبد ربه. سنتناول اليوم بإذن الله درسا جديدا من دروس اللغة العربية في فرع الإملاء، وهو بعنوان الحروف التي تُكتب ولا تُلفظ. وقد تناولنا سابقا الحروف التي تُلفظ ولا تُكتب، وأذكركم بأهمية دروس الإملاء لأن الغاية من تعلم اللغة هي أن نعبّر كتابيًا أو شفويًا بشكل صحيح. يُتوقع منك -عزيزي الطالب- بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرًا على أن تتعرّف إلى الحروف المزيدة في الكتابة، أن تتعرّف إلى الكلمات التي تزاد بها حرف، أن ترسم الكلمات التي بها حرف يُكتب ولا يُنطق بشكل إملائي سليم. وان تستنتج الكلمات التي بها حرف يكتب ولا ينطق وان تتمثل القيم الوارده في امثله الدرس نبدا بدايه ما الحروف المزيده الحروف المزيده هي الحروف التي تكتب ولا تنطق وتاتي هذه الحروف مع الالف والواو وهاء السكت نبدا متى تزاد الالف هذه هي القاعده الاساسيه لدرسنا متى تزاد الالف اولا تزاد الالف في اخر الكلمه وتسمى الالف الفارقه ولكن متى بعد واو الجماعه في الافعال نحو اكلوا وشربوا هذه الواو تكتب ولكنها لا تنطق ايضا تزاد في حاله النصب وهنا نسميها الف تنوين النصب كالمثال الظاهر امامك نقول شرب شربا هذه الف تنوين النصب تكتب ايضا ولكن لا تلفظ متى تزاد الواو الواو تزاد في وسط الكلمة نحو ألو وألي وأولئك لاحظ معي عزيز الطالب أن هذه الواو لا تلفظ وإنما عندما تقول ألو أنت تلفظ هنا الضمة الخاصة بحرف اللام أيضا تزاد الواو في آخر الكلمة نحو كلمة عمر في حالتي الرفع والجر أما في حالة التنوين في حالة تنوين النصب تزاد ألف التنوين فنقول عمر هنا الواو تثبت ويوضع التنوين وعمر أيضا الضم تثبت الواو ونكتب التنوين أما كلمة عمرا فإن هنا الواو تحذف ويضاف تنوين النصب ننتقل إلى النشاط الأول لدرسنا نختار الآن الكلمة المناسبة لملء الفراغ يتوقع من الأغنياء أن يحسنوا إلى الفقراء أم أن يحسنون إلى الفقراء أن يحسنوا بالعلم نسمو بالألف الفارقة أم نسمو ونرتقي هنا نقول نسمو المجاهدون أولو عزم شديد نختار كلمة أولو فيها واو هنا تكتب ولا تنطق شربت ماء عذبا أيهما صحيح كلمة ماء الأولى أم كلمة ماء الثانية هنا نختار ماء الأولى المنونة بتنوين النصب وإذا سبقت الهمزة المتطرفة بالألف فإننا لا نضيف لها ألف النصب مربو الأجيال مخلصون في عملهم تكتب دون الألف الفارقة وهنا عزيز الطالب أذكرك أن الواو قد تأتي هنا واو الجماعة وقد تأتي الواو الأصلية وقد تأتي كالجملة الخامسة واو جمع المذكر السالم نقول واو جمع المذكر السالم تحذف النون عند الإضافة يعني أصلها مربون ولكن للإضافة قلنا مربو الأجيال وأيضا تتصل بالاسم أما كلمة نسمو فالواو أصلية فيها من أصل الكلمة وكلمة يحسن هنا واو الجماعة اتصلت بالفعل الآن النشاط الثاني نصوب الخطأ الوارد في الجمل الآتية: الأمهات هن أولات الفضل والتضحية، أين الكلمة الخاطئة؟ كلمة أولات وتكتب بهذا الشكل بإضافة الواو. معشر الشباب كونوا مثل خالد بن الوليد، هنا ننتبه أن كلمة كونوا انتهت بواو الجماعة، وهذه الواو اتصلت بالفعل، إذا سنقوم بإضافة الألف الفارقة. عمرو بن العاص من دهات العرب، وهنا كلمة عمر كما نعرف جميعا تضاف لها الواو لنفرق بينها وبين كلمة عمر. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم، الخطأ الكتابي هنا في كلمة أولئك حيث تضاف لها واو تكتب ولا تنطق. هذان الطالبان اللذان فازا بالجائزة الكلمة التي تحتاج إلى تصحيح هي كلمة اللذان. نحدد الجملة الصحيحة مهندسون العمارة مبدعون أم مهندسو العمارة مبدعون؟ أنظر معي هنا عزيزي الطالب جاءت كلمة مهندسون جمع مذكر سالم. وقلنا ان نون جمع المذكر السالم تحذف عند الاضافه، اذا مهندسو العماره مبدعون هي الصواب. الطلاب حضروا مبكرين الى المدرسه ام الطلاب حضروا باضافه الالف الفارقه الى كلمه حضروا مبكرين الى المدرسه، هنا ننظر معا نجد ان هذه الواو اتصلت بالفعل، اذا هي واو الجماعه نضيف لها الالف الفارقه، اذا الجمله الثانيه ايضا هي الصحيحه. الفلسطينيون أولو بأس على الأعداء أم كلمة أولو بهذا الشكل نختار الجملة الأولى لأن كلمة أولو تضم حرفا يكتب ولا ينطق قرأت قصيدة لعمر بن كلثوم وقرأت قصيدة لعمر عمر بالواو أم بدون الواو إنها الجملة الثانية هي الصحيحة رأيت سماء صافية اليوم أم رأيت سماء صافية هنا تنوين الفتح والهمزة سبقت بالألف إذا لن نقوم بإضافة ألف التنوين الجملة الثانية هي الصحيحة ولكن الهمزة المتطرفة إذا لم تسبق بالألف عليك إضافة ب... لم تسبق بالف عليك إضافة ألف النصب فنقول جزء أن بألف النصب بخلاف سماء هنا إلى هنا نكون قد وصلنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اشكر لكم حسن متابعتكم واذكركم لغتنا هويتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته